فيك نو واللي بقوله بدي يصير غصب عنك. ليشك عم تحكي معي يا عصام؟ شو عملت لك انا؟ ما بدي همك تقسم الورده مو هيك؟ لا سيدي هذا الكلام مو صحيح نو. انا قلت لها لامك البيت الكبير ما بينباع، هذا الكلام الصحيح. لك البيت الكبير هو الورده كلها يا فهمان؟ البيت ما رح ينباع يعني ما رح ينباع. بده ينباع غصب عنك ولا؟ انا ما بصير شيء غصب عني. لك فوق الله يعطيكم العافيه، فضحتوا حالكم بالحرب عشان الورثه، لو تضربوا انتوا والورثه سوا. خالي فاهم علي، خلخل عظامك، امشي انت ويال عند خالكم ابو شهاب، خلي العيدكم صرفه. ما بدك خالي ابو شهاب، خالي ما بدك. امشوا احسن ما هلا لاسنانك واسنانها. روي خالي مشان الله روي. امشي معها، تضرب بين لحالك. ومشان شو صوتكم عم تعلى وتهمد انت وياه بنص الدكان؟ اه؟ عم يتخانقوا مشان الورثه. والله عال. عشنا وشفنا اولاد ابو عصام كبير الحاره عم يجرسونا كل يوم والتاني بنص الدكان. لك يا فرحة قلبي فيكم. مو هيك القصة خالي. انت خراس اصلا، انت اصل البلية، تلم الاعوج من التور الكبير. انا خالي؟ ايه انت، انت اللي بتحر الحريرة. ما عاد تقدر هلا تهدى وتركن الا لتاخد حصتك من الورثة انت والحمار. انا مالي حمار. انت حمار وستين حمار. لك ليش عم تتخانقوا؟ منشان مصاري وسخ الدنيا؟ يا عيب الشوم عليكم. انا ما بدي شيء من ورثة ابي. عصام ياخذها كلها، ياخذ حصتي من البيت والدكانة، والدكانة ما عاد هو بناحيتها ولا عاد دوسها. سمعت شو عم بيقول اخوك يا قليل الناموس؟ يا خالي ليش كلكم علي؟ ليش؟ لك انا مرتي الثانية ساكنة عند امها وما عم ترضى تسكن مع ضرتها، شو ساوي بحالي؟ شو ساوي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. روح اركض ورا اخوك راضي اوام، روح. امرك خالي، امرك. انا برأيي لازم ينباع كل شيء وكل واحد لازم ياخذ حصته كاملة. البيت الكبير ما لازم ينباع يا ابو قاسي. ليش ما لازم يباع اخي؟ ليش؟ لانه اذا انباع العيله رح تتفرطع واختك سعاد رح بتضيع. اختك سعاد عندها بيتها وما لها بعازل لمصاري حدا، وخلي هالدبه بدول الاثنين ياخذوا حصتهم كامله ولا يعملوا لنا كل ساعه والثانيه جرصه بالحاره ويبهدلوا حالهم ويبهدلونا معهم يا اخي. امر الله رح نبيع البيت والدكان، كل واحد من الشباب ياخذ حصته. ان شاء الله ما نكون عم نسايرهم بالامر الغلط يا ابو قاسم.